قبل ما ننهي هذه الاحتفالية خلوني أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الراعي الرئيسي والراعي الرسمي لهذا الاحتفال. والحقيقة أنا سمعت كلمة أستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين اللي كان بيقولها على المسرح، الحقيقة قال كلام محترم قوي عن الشركة المتحدة، وقال كلام محترم قوي عن اللي عملته الشركة المتحدة في هذا الإطار. فخليني أنا كمان بشكر كواحد بيعمل في هذه المؤسسة المحترمة أو في هذه الشركة المحترمة، خليني أشكرهم جدا، لأنه الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي أن الشركة المتحدة ممكن تخش في مثل هذه الأمور، لكن الحقيقة شيء مبدع ومحترم وموقر، وأنه يتم الرعاية. واللي قاله خالد البلش على في مقدمة الاحتفال في كلمته الرئيسية، الحقيقة حملنا عبء كبير جدا، اللي هو فكرة التكامل، فكرة التعاون، فكرة القربة، فكرة الحوار، فكرة المباشرة، فكرة الهات وخد. حتى هو ذكر بعض الأمور، قال أنا مش هذكر أسماء، وذكر بعض الأمور اللي كان في زميلة وعملت حادثة وهو الأخره، والزميلة عملت الحادثة دي كانت محتاجة 1,000,000 جنيه عشان تعمل ده كله. ده في الكلام بتاع نقيب الصحفيين. فالحقيقة كان شيء مبهر جدا أنه رد فعل الشركة المتحدة ورد فعل مصدر أو شخص في الشركة المتحدة أو مسؤول في الشركة المتحدة عن هذا الأمر، الحقيقة كان محل احترام وتقدير. أنا بشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها هذا الحفل، وأتمنى أن يتم رعاية مثل هذه الاحتفالات إن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة. شكر المتحدة والشكر لكل الزملاء والشكر لكل الشارع الصحفي. نقابة من سنة 1940 واحتفال بنشتغل عليه من 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، ولأستاذنا العظيم الأستاذ محمود عوض رحمه الله رحمة واسعة. كل الشكر وألف مبروك لكل الزملاء اللي فازوا، وتصبحوا على ألف خير.